موضوعنا اليوم أسباب الحرب العالمية الأولى. مثل ما بنعرف، حدثت بالعالم بين سنة 1914 و1918 حرب عالمية مدمرة اشتركت فيها 32 دولة من مختلف القارات، وانقسمت القوى المتحاربة بين معسكر دول الوسط يلي بضم ألمانيا، النمسا والمجر ودول العثمانية وبلغاريا، ومعسكر دول الحلفاء اللي بضم فرنسا وروسيا وبريطانيا وصربيا، وانضم لها المعسكر 23 دولة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. بتنقسم أسباب الحرب العالمية الأولى إلى قسمين: أسباب غير مباشرة والسبب المباشر. الأسباب غير المباشرة هي اللي وترت العلاقات بين الدول، وإجا السبب المباشر لاندلاع الحرب. شو هي الأسباب غير المباشرة؟ أول سبب التنافس الاقتصادي بين الدول الأوروبية الكبرى. استعد كل دولة لتأمين المستعمرات، وبخاصة بعد نجاح الثورة الصناعية اللي عرفتها أوروبا من تطور للصناعة، فأصبحت الحاجة ماسة إلى إنشاء المستعمرات. شو قضية المستعمرات؟ بشو بتفيد هالدول؟ أكيد بتفيدهم بتأمين المواد الأولية للصناعة بأسعار متدنية من الدول بيسيطروا عليها، وتأمين أسواق تجارية لبيع الإنتاج الصناعي والزراعي لهالدول اللي بيستعمروها كمان. وكان من نتيجة هالتنافس بروز تسارع بين الدول الأوروبية الكبرى للسيطرة على الدول الفقيرة، إن كان بقارة أفريقيا أو بقارة آسيا. تاني سبب، سيطرة منطق القوة والسباق إلى التسلح. عام 1861 قدرت إيطاليا بفعل قوتها تحقق وحدة إيطالية. كذلك ألمانيا تمكنت من تحقيق الوحدة عام 1870 بفعل القوة العسكرية، فقدرت ألمانيا تحصل على مكاسب إقليمية على حساب جاراتها، يعني على حساب الدنمارك والنمسا وفرنسا. توسعت ألمانيا وشكلت الوحدة الألمانية. هيك سيطر منطق القوة والحرب على تفكير رجال السياسة بالدول الأوروبية، ودخلت دول أوروبا بسباق للتسلح، فتفاقم حدة التوتر بالعالم. إلا أنه كان في محاولة من قيصر روسيا نيكولاي الثاني، اللي دعا لمؤتمر دولي في مدينة لاهاي بهولندا لإيقاف موجة التسلح اللي كانت عم بتسود بالعالم، لكن هالمؤتمر فشل لأنه ألمانيا رفضت الحد من قوتها العسكرية. هالأمر أدى لانفتاح باب الحرب على مصراعيه. السبب الثالث اللي هو نشوء الأحلاف العسكرية. بدأت الدول الأوروبية الكبرى تعمل على تعزيز مركزها وعزل منافسيها، فبدأت سياسة الأحلاف، وانقسمت دول أوروبا قبل الحرب لمعسكرين كبيرين، هن الحلف الثلاثي اللي أنشئ سنة 1882 وتكون من ألمانيا والنمسا وإيطاليا، ولكن بدنا نشوف إيطاليا فيما بعد لن تقف إلى جانب دول الحلف الثلاثي، إنما ستنقلب عليه. كمان الوفاق الودي اللي نشأ سنة 1904 من فرنسا وروسيا وإنجلترا. التكتلات العسكرية بتشكل تحالفات ضد أي خطر بيهدد إحدى الدول اللي بتنضم لأحد التحالفات. السبب الرابع الحملات الصحفية العنيفة بين الدول الأوروبية، إذ لعبت الصحافة الأوروبية دور كبير بإثارة الحقد
والكراهية بين بعض الدول الأوروبية، وبخاصة بين الشعبين الصربي والنمساوي، حتى أصبحت الحرب بين هالدولتين لا مفر منها. السبب الخامس، نمو الروح القومية. الروح القومية هي المشاعر المشتركة بين مجموعة من الناس لهم لغة واحدة وحضارة واحدة وتاريخ مشترك، وبدأت تتقسم الدول ضمن قوميات، وساعدت هالروح القومية على توحيد كل من الشعب الألماني والشعب الإيطالي. وبسبب هالروح بدأت هناك عدة توترات بالعالم، فانتفضت الشعوب العربية تطالب بالاستقلال عن الدولة العثمانية. إضافة لهالأمر، سكان الإلزاس واللوران بدأوا يطالبون بعودتهم لوطنهم الأم فرنسا بعد ما ضمتهم ألمانيا إلى بالقوة عام 1870. من ناحية أخرى، الصربيين بمقاطعتي البوسنة والهرسك يطالبون بالانفصال عن النمسا والانضمام إلى صربيا، فبدأت الأجواء تظهر بأنها مشحونة بين النمسا والصرب، فانطلقت من صربيا الشرارة الأولى للحرب العالمية الأولى. السبب السادس، بروز فلسفة القوة والنزعة إلى الحرب بألمانيا. ألمانيا بعد الوحدة اللي حققتها عام 1870 تعاظم نظرة الألمان لأنفسهم، وتجسدت هالنظرة بقيام فلسفي بألمانيا تنادي بضرورة الحرب وقدسية الحرب. أكيد هالسياسة بدها تؤدي لنقمة مواجهة من قبل الدول الكبرى الأخرى. سيأتي السبب المباشر كشرارة لاندلاع الحرب العالمية الأولى. شو هو السبب المباشر اللي أدى لاندلاع شرارة الحرب العالمية الأولى؟ هو اغتيال ولي عهد النمسا الأرشيدوك فرانسوا فرديناند وزوجته أثناء جولتهم بالبوسنة، إذ اغتالهم شاب بوسني يدعى برينسيب، وبرينسيب ينتمي لمنظمة صربية مناهضة للنمسا بمدينة سيراييفو عاصمة البوسنة. هالاغتيال حدث ب 28 حزيران سنة 1914. استغلت النمسا هذه الحادثة تتوجه إنذار إلى الصرب. ب 23 تموز وجهت النمسا وبتحريض من ألمانيا إنذار لحكومة الصرب، مدة هالإنذار 48 ساعة. شو بيتضمن هالإنذار؟ طالبت النمسا من حكومة الصرب حل الجمعيات الصربية المعادية للنمسا. ثانياً، وقف الدعاية ضد النمسا اللي كانت عم بتحرضها الصحف الصربية. ثالثاً، تسريح الموظفين والجنود والضباط الصربيين المعاديين للنمسا. رابع أمر، اعتقال المشاركين بالاغتيال والمحرضين عليه، إذ اتهمت بعض الجمعيات المعادية للنمسا بالتدبير لهالاغتيال. آخر شرط، مشاركة قضاة نمساويين بالتحقيق مع المشاركين بالاغتيال والمحرضين عليه ومحاكمتهم من قبل قضاة نمساويين. شو ردة فعل صربيا على هالإنذار؟ قبلت صربيا معظم الشروط النمساوية ما عدا شرط مشاركة القضاة النمساويين بالتحقيق، لأنه اعتبرته بمس بسيادتها، واقترحت عرض آخر، هو عرض هالقضية على محكمة العدل الدولية في لاهاي. رفضت النمسا هالحل وأعلنت الحرب على صربيا ب 28 تموز سنة 1914. لكن سرعان ما تحولت هالحرب لحرب عالمية أولى بمشاركة العديد من الدول بهالحرب. ب 29 تموز أعلنت روسيا التعبئة العامة بجيشها للدفاع عن صربيا. من جهة تانية بنشوف ألمانيا، بتقوم ألمانيا بإنذار روسيا لتوقيف التعبئة،
وأرسلت ألمانيا إلى فرنسا تطالبها أن تعلن موقفها، لكن روسيا وفرنسا ما جاوبوا ألمانيا. ثم أعلنت ألمانيا الحرب على فرنسا بثلاثة أب، وبدأت الجيوش الألمانية بمساعدة النمسا، فدخلت اللوكسمبورغ وبلجيكا وهجمت ألمانيا على فرنسا، فأعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا، فتحولت هالحرب لحرب عالمية أولى، وسرعان ما انضم إلى جيش الحلفاء 23 دولة وإخران الولايات المتحدة الأمريكية، فتحولت هالحرب إلى حرب عالمية عرفت بالحرب العالمية الأولى، اللي كانت من أشرس الحروب اللي عاش العالم آنذاك. تابعونا بكل جديد.